خوت دابا كيما الشو درنا بكم واحد الدويره في الموطع ديال الطيور باج كما كتشوفوا جينا لسوق العيون. سوق العيون راه بحال البلاصه الجديده ديالنا ديال طنجه. 60 30 31 42 35 07 76. انا اللهم بارك الخوت مع الاخ عبد الغني راه دائما كنشوفه في القناه ديال الاخ ديالنا عادي. اللهم بارك اليوم زينا نصورو اللهم بارك نصورو لكم تشوفوا في اساس هنايا الطفرات كما كتشوفوا اللهم بارك ديال لي زان سيبارا اللهم بارك. كذلك غادي نصور لكم حتى الكالوبسيت كالوبسيت ما شاء الله كاين شي بياسات هنايا ديال الالبينو اللاتينو فاس بلون كذلك الهوغو بياسات ما شاء الله ديال الهوغو الاخوان يعني شي حاجه لا ما نقول لكم كاين اللاتينو كاين اللاسوينغ كاين الالبينو كاين شي بياسات ديال الكيساس المهم بياسات ناضي اللهم بارك نصور لكم الخوص ويجي اخر ثمن بغيت 1300 شي يجي معاك مورا نعم 1300 راه باش كنت كاين حاجه ما حاجه اللهم بارك الخوص كما كتشوفوا هنايا البياسات اللهم بارك كاين الاوبالين كاين البياسات ديال لاسوينغ التحيت كاين اللاتينو كاين شي بياسات هنايا ديال كريمينو الخوص المهم بياسات ما شاء الله تبارك الرحمن وكما كتشوفوا بياس نقي عند الاخ عبد الغني راه دائما كيصوروا عند الدراري اللهم بارك اليوم كتبنا نصوروا عنده كذلك وتحياتي للجميع كاين بياسات ديال التيكتوك ويا خويا عبد الغني تعطيني الثمن من اين ابتداء من 300 درهم حتى 1600 درهم بالنسبه لي 300 درهم شمن لا راس هو دوبل فاكتور دوبل فاكتور وبالنسبه لي 1700 درهم ديال لاسوين كوب لا ولا البياسه بياسه بياسه 1700 درهم تبارك الله بالنسبه لهنا خويا هادو هنا كيقراو الثمن ديالهم من 300 درهم دايره 900 درهم البياسه البياسه اللهم بارك وهادوك اللي جات تما هادو هنا دايرين 25 350 درهم البياسه تبارك الله اللهم خلينا النمرة ديال 06 15 48 93 54 مرحبا زعما اللي بغا تسرب له شي بلاصه مرحبا في اي كنتعامل مع ناس خارج ارض الوطن كاع في موريتانيا كنصيفط لهم تبارك الله اللهم بارك شي حاجه راه تحياتي تبارك الله اللهم بارك الله يسخر الله يحفظك اللهم بارك الخبز فيها ديال هنا ديال الزبرة ما شاء الله اللي وينات فيهم ناضيين 40 درهم فيها اللهم بارك كذلك شي خويا عماد السلام عليكم ما تعطينا نمرة الهاتف ديالك اللي بغا شي حاجة يتواصل معاك اخويا بغينا خويا عماد وي خويا 07 77 23 70 89 08 08 المهم راه غنشوفوا لكم النمرة في الفيديو اللي بغا شي حاجة يتواصل معاه راه كيليبري حتى برا كازا اللي بغا شي حاجة راه يليبري حتى المدينة والله يسخر لك الفورمة خويا عماد انا الخوص هنايا مع الاخ المهدي اللهم بارك نصور لكم شي حمامات عنده في راس الله وراه عنده واحد القناه هو
السلام عليكم اخوتي، تحيه وداني بالنسبه للعشاق قالوا وسال في الدريسات تبارك الله. عمر العامر الثمن تبيعهم 300 درهم. كتي النمره 06 35 07 76 10. المهم اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه راه قالت معايا الثمن في الخاص. والله يسخرك الامور اخي. السلام عليكم الخوت، نصور لكم شي ديال راس الدنيا ديال الدجاج اللهم بارك، ونسولوا الاثمنه شحال واصله اللهم بارك. قلنا عم هادو الاثمنه دادو السميه ديالو راس ديالو بالنسبه لهادو اللي الفوق هادو. السلام عليكم. هادو لهنا بالنسبه للفريزي الفريزي هادوك المتوات هادو التوات شحال الثمن ديالهم؟ شحال الثمن ديالهم؟ هادوك دايرين 25 الفرنك. بالنسبه هذاك فيومي ولا لا؟ ناكازاكي هذا. ناكازاكي شحال الثمن ديالو؟ لا 400 درهم. 400 درهم تبارك. وبالنسبه لهذا اللي لتحت هذا تا هو ناكازاكي شحال الثمن ديالو خويا؟ 300 درهم. وبالنسبه لهذ القنيه هذه تبارك الله 200 درهم. شمن لا راسين تبارك الله. وبالنسبه هنا البراهمه هذيك شويجه دايره 600 درهم. اللهم بارك وزيد تبارك الله. بالنسبه لهادو اللي هنايا السلام عليكم، كي داير اخو محسن؟ في خير ويا اخويا محسن. بالنسبه للاثمنه هنا اخو محسن ابراهيم هادو ياك هذا شحال داير هاد المارون؟ هذيك 400 درهم. وهادو هذيك هي 400 500 درهم. وبالنسبه لهاد الفلالس هنايا ولاد ديال الفلاس ديال البرامة 1000 ريال و ولاد ديال الفيومي 15 درهم تبارك الله. تعطينا النمرة ديالك اخويا محسن؟ 06 61 72 22 19. وبالنسبة لهذا اللي في يدك شمن لا راس؟ البرايكل هذا برايكل تبارك الله اللهم بارك. شحال الثمن ديالو ولا؟ كيشبه الفيومي. بالنسبة للإنسان باش غيعرف الفيومي من هذا؟ الفرق ما بين الفرع ديال البرايكل الطويل وديال الفيومي كيكون واضح. الله يرحم لك الوالد وتبارك الله. تريش ديالو بالي مختلف ياك؟ لا هذا ريشو بالي بحال الرطب. الله يحفظك. الله يسخر لك الامور اخويا وكنشكرك بزاف اخويا. عليكم الخوت، بالنسبه لعشاق القناه اللهم بارك. قول لي اخي بالنسبه لي راس عندك هنايا والاثمنه الله يجازيك بخير، هذا لا راس هذا شمن لا راس؟ موزايك جون. شحال الثمن ديالو؟ 600 درهم. بياس واللي بغا كوبلا 600 درهم قد معاهم في الثمن. المهم انا نعطيهم النمره وغاتقنوا. بالنسبه لهنايا هادو اكا هادو اوبال ياك اكا اوبال جون. شحال الثمن ديالهم تما؟ 300 درهم. وبالنسبه لهنايا كاين اكا كلاسيك وكاين اكا اوبال. اكا كلاسيك واكا شحال الثمن ديالهم هنا؟ دايرين 300 درهم. الله الله الله. هادو ريسيسيب؟ هادو ريسيسيب. اللهم بارك. شحال الثمن ديال هادو ريسيسيب؟ الله يسخر المونام. بعتيها 800 درهم بياسه؟ لا الكوبلا. الكوبلا اللهم بارك بياسه زوينه
ثاني اللهم بارك والله يسخر المولى تام. وبالنسبه لهنايا اللي راسلي عندك ما كاين اكات موزايك روج، كاين موزايك اكات موزايك روج واكات موزايك روج كلاسيك. شحال الثمن ديالهم؟ 300 درهم. ودرت فاكتر شحال الثمن؟ 300 درهم اللهم بارك. وبالنسبه لهنايا نتاوي هادو شحال؟ هادو هادي شي بلاطه هادو؟ لا هادو اكات موزايك جون. تبارك الله اكات اوبال موزايك جون. شحال الثمن ديالهم هنايا؟ 300 درهم بياسه. تعطيني نمرك هاتي ديالك قول لنا اخي. 06 66 30 31 42. المهم اللي بغى شي حاجه تبارك الله راه بياسه تاع عزيزه. اللي بغى شي حاجه راه يتواصل معاه. وبالنسبه للثمن كيبقى منكم ليه في الخاص. وقول لي السكنه كازا ياك؟ لا فين؟ لا بالنسبه اللي بغى شي حاجه برا سلا كتليه بريلي تصيفط لهم مدينه اخرى. كما سمعتوا الاخوان اللي بغى شي حاجه برا سلا راه ليه بريلي حتى لعندو. والله يسخر لك الامور. وكنشكروك بزاف لانك عطيتينا وقت وعطيتينا الاثمنه وخواك بين عليك الناس. جزاك الله كل خير. بالنسبه لهاد العشيشات الاخوان راه كيديروا الثمن ديالهم 20 درهم كما لاحظتوا. فهو الشكل ديالهم فالثمن ديالهم 20 درهم كما لاحظتوا. بالنسبه لنا خويا الكنار شحال دايرين؟ وبالنسبه للاعشاش هذا خويا شحال كيدير؟ هذاك 40 درهم اخويا. هذا 40 درهم كما سمعتوا. هادو 20 درهم ياك هادو اللي هنايا. وبالنسبه خويا لهذا القفيز هذا؟ هذا كيكون فيه 130 درهم. هذا كما سمعتوا 130 درهم الاخوان. هذا ديال الوطواط ياك؟ وبالنسبه لهذا هنايا اش داير اخويا؟ 800 درهم كما هذا قرايه ولد العش كما سمعتوا الاخوان. وبالنسبه لهذا الحداد؟ حداد 150 درهم كما سمعتوا. بالنسبه لهذا خويا هنايا بالنسبه للوطواط هذا؟ هذاك 700. هذا 7 هذا ولد العش هو. قول لي 4 سنين عنده راه يكون هذا كما لاحظتوا الاخوان. وكاين بالنسبه لهذا القفيز هذا؟ هذا 60 درهم. هذا 60 درهم واللي تحت منه 150 درهم. وبالنسبه لهذا الحداد هذا؟ 100 درهم كما لاحظتوا. وقرب لكم الاثمنه الاخوان. والله يسخر لك خويا. شكرا لك خوت. دابا كيما شتو درنا لكم واحد الدويره في الموطع ديال الطيور باتجي المسائل كامله. دابا غادي نمشيو للسوق ديال الجمله غادي نتسخروا شي لعيبات وغادي تشوفوهم معنا. خليكم في فيديو حتى الاخر. وهذه هي المسلسلات الدريسيه ياك اخي هذه يعني. هي السوق الدريسيه صحاب الجمله والتقصيد الجمله اللي كيصردوا المغرب كامل. هذه هي المنطقه الاصدقائي. دابا غادي ندخلوا غادي تشوفوا الموحد اللي كاين. تحياتي. السلام عليكم خوت. كما كتشوفوا يعني جينا تقدينا سميكاس ديال فيروش اللهم بارك. الثمن كان جد مناسب اللهم بارك. الخوت كذلك تقدينا حتى السيباراسيون تقديناه من عند ديال منابيب اللهم بارك. راه ديما كنشوفوا في قناه الاخ الياس معنا. تحياتي لعالم قناه عالم الطيور. مرحبا خويا محمد. كنشوفوا ديما كيصور عنده. مرحبا. هو الدري راه تاهو عمل واحد القناه تكون السميه القناه ديالو نبيل فلوج. نبيل فلوج راه كيعملوا لي فريزو المغرب كامل. اللي بغى شي حاجه شي بياسه اللي يتقدم لعالم راه كيصردوها له في الكار. وكما كتعرفوا السيباراسيونات كلشي هنا عندهم. هادو يعني القدامين شي حاجه هادو كاليتي مزيانه. المهم الاثمنه كتراوح 180 185 على حسب الكاليتي ديال الخبزه. وهادشي اللي كاين نعطيو كلمه لهاد الدري. بالنسبه لنا ديال السيباراسيون كنا جايين 180 185 وتحياتي للناس ديال طنجة. مرحبا بك اخويا محمد. مرحبا بك اخويا في كازا عندنا. مرحبا اخويا. وحنا الخوت كما كتشوفوا جينا لسوق العيون. سوق العيون راه بحال البلاصه الجديده ديالنا ديال طنجه. غادي ندخلوا نشوفوا من داخل شنو كاين. نصوروا الطيارات كذلك اللي كاين ونشوفوا على الله نكبروا شي بياسه ديال الروبو. وهادشي اللي كاين الخوت خليكم معنا. تحياتي. Thank you.
كوبلا ديال رينبو لا موفا كدير 600 درهم 600 درهم راحتو الاخوان ماشي حاجه باقي صغار باقي 2021 او باقي 2022 ياك الثمن ديالهم 600 درهم باي صغار شهرين خصهم لكن عام صافي.